وازيكم يا شباب بالفيديو جديد. طبعا بعتذر على التأخير وعلى الطويل وعلى قلة تنزيل الفيديوهات بسبب طبعا الدراسة وانشغالي فيها والامتحانات، بس ان شاء الله نحاول الفترة الجاية ان احنا ننزل باستمرار. هنتكلم النهاردة على موقع جديد للربح منه. طبعا هنتكلم في الفيديو ده على ربح عملة الروبل. طبعا كله عارف عملة الروبل الروسي. طبعا احنا المبلغ او الارباح اللي بنكسبها من عملة الروبل بنحولها تلقائي على على ايه باير. تمام. طبعا الكل او الناس اللي شغالة على الربح من الانترنت في المواقع البسيطة زي كده بيكون عندها حساب طبعا على الباير. طبعا لو ما بتعرفش تعمل انشاء حساب هتلاقي طبعا اللينك او طريقة الانشاء سهلة جدا موجودة على القناة عندي. طبعا ده الموقع. طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع الموقع في صندوق الوصف. بنيجي اول حاجة بندوس على كلمة تسجيل. تمام. بعد كده بيجي هنا بيطلب مننا ان احنا نعمل انشاء. تمام. اسم، بندخل هنا الاسم، بعد كده بندخل البريد وبندخل كلمة السر وبندوس على كلمة يسجل. انا طبعا عندي حساب فانا هسجل الدخول وهرجع لكم. بعد ما سجلت الدخول ودخلنا على الحساب زي ما انتم شايفين هنا بيقول لك حساب اعلاني، يعني دي اول خانة دي اللي بيظهر فيها المبلغ او الفلوس اللي انت عاوز تعمل لها ايداع في الموقع. الخانة التانية بيديكي عدد الكمية او بيجي المبلغ اللي انت قدرت انك تجمعه في الموقع. ازاي ان احنا نقدر نكسب فلوس سهلة وبسيطة من الموقع ده؟ طبعا عندنا طرق كتير جدا للربح. تيجي اول حاجة عند كلمة تصفح، بيفتح معاك الصفحة دي. دي عبارة عن فيديوهات، كل فيديو على حسب الثواني بتاعته. طبعا في فيديو 15 ثانية، 20، 25، 30 دقيقة. طبعا كل فيديو بتاخد عليه، يعني مثلا الفيديو ده 15 ثانية بتاخد عليه المبلغ ده، لو نزلنا الفيديو ده 20 ثانية بتاخد عليه المبلغ ده، وهكذا. يعني اول طريقة بتكون عن طريق انك بتشاهد فيديوهات وبتجمع مبالغ من عملة الروبل وبتجمع عندك في القناة دي. بعد كده هتلاقي عندك حاجة اسمها حروف، دي نفس النظام بتقعد فيها وقت 20 ثانية، 30 ثانية، 40 ثانية، وبتاخد المبلغ ده. بعد كده الاختبارات نفس النظام، دي عبارة عن اعلانات، عبارة عن استبيانات انت تحلها وبتاخد عليها نقط. بنيجي عند كده رابع حاجة اليوتيوب. اليوتيوب بالنسبة لي دي احسن واسرع طريقة ممكن انك تجمع منها فيديوهات. طبعا دي واحدة من الطرق اللي هي الافضل، طبعا مش الافضل خالص، دي عبارة عن مشاهدة برضك فيديوهات 10 ثواني 10 ثواني، 20 ثانية، 15 ثانية. طبعا كل فيديو المدة كل ما زادت كل ما كان المبلغ معاك اللي انت تاخده اكتر. بعد كده عندنا حاجة اسمها فيكي. الفيكي ده عبارة عن موقع سوشيال ميديا، تمام، زي الانستا والفيس والتيك توك. انت عبارة عن انك مثلا بتضم القناة، بتعمل متابعة لحد، بتعمل مشاركة منشور، بتعمل لايك على بوست، وبتاخد على مقابلها النقط دي. طبعا انت لو مش عندك حساب في الفيكي اكتب على جوجل فيكي، بتعمل لك انشاء حساب وبيبقى معاك الامور سهلة جدا. بعد كده نيجي عند مسابقات او نيجي عند المهام. شايفين كلمة المهام دي اللي هي اول واحدة بندوس عليها. بيفتح معاك الصفحة دي. الصفحة دي او قمة المهام دي، دي فيها بالظبط زي المهمات، زي ما مثلا اجي اقول لك ادخل على الانستغرام اعمل لي مثلا لايك على المنشور ده وخد المبلغ ده، ادخل عندي على التيك توك اعمل لي متابعة ولايك على اول بوست وخد المبلغ ده. يعني مثلا هنا اقول لكم مثلا اجيب لكم مهمة سهلة اهي، المهمة دي. تمام. او لتحديها مثلا نختار المهمة اللي تحت ندوس عليها ونقرا المهمة. بيقول لك عايز منك ايه. اول حاجة بيقول لك تشترك في قناة التليجرام، تمام، وبعد كده اعمل مشاركة ولايك على اخر منشور، وتروح لما دي اول ما تيجي تبدأ على المهمة لما تدوس على كلمة بدء
بينزل لك هنا ايه مكان قيمة بدء دي، مكان علشان ترفع فيه الاثباتات، اللي هي الاثباتات اللي هي اهي بيقول لك هنا ما تحتاج الى تحديده لاقبال المهمة. يعني انت لازم تعمل حاجات معينة عشان المهمة دي تتكمل ويتم اكتمالها علشان تاخد النقط بتاعتك، اللي هو ايه لازم تعمل لقطة شاشة للاشتراك بتاعك والاعجاب اللي انت عملته على اخر منشور زي ما هو طبعا ايه طالب منك في المهمة. وبعد كده بتروح تدوس على قيمة التقديم، تمام، وبتاخد عليها مبلغ قدين، بتاخد عليها المبلغ ده، تمام. طبعا في مهمات كتير، معظم المهمات طبعا بتكون انك تعمل اشتراك على التليجرام، تشترك على الفي كي، انستجرام، تيك توك، في مهام تطلب منك انك تسجل في موقع، في مهام تانية تطلب منك انك تشاهد فيديو، تعمل اشتراك على اليوتيوب، تنضم لمجموعة مش عارف على الفيس، مجموعة على الفي كي. دي كلها مهمات بتجمع عليها النقط الموجودة عندك في الجنب دي. وطبعا بيتم اعطائك مدة لحد ما يتم اضافة المبلغ ده عندك على الحساب بتاعك. وطبعا المبلغ ده بينضاف فين؟ في الخانة التانية زي ما احنا قلنا. طب انت دلوقتي لو حبيت تسحب الفلوس بتاعتك من الموقع تسحبها ازاي؟ بتيجي تدوس على المبلغ اللي انت جمعته هنا في الخانة التانية، يفتح معاك الصفحة دي، بتختار مثلا الطريقة اللي انت عاوز تشحن عليها اللي هي ايه البير، هتدوس على بير، يفتح معاك الصفحة دي. طبعا انا عندي على طول متسجل حساب البير بتاعي. طبعا انت لما تيجي تحاول انك تسحب اول مرة بيطلب منك انك تأكد رقم التليفون اللي انت طبعا متسجله، بيطلب مثلا منك انك تأكد حسابك عن طريق رسالة بتجيلك على الجيميل، وبعد كده بيطلب منك في الاخر انك تحط الحساب اللي انت عاوز تسحب منه. فدي طبعا الامور دي سهلة جدا، تمام، انت بتلاقي الخطوات بتاعتها ورا بعض اول ما تيجي تجرب بس انك ايه تسحب من الموقع. بيطلب منك ان هنا تحرك السهم ده، تمام، بتحرك السهم لاخره، وبعد كده تيجي تدوس على الكلمة دي، طبعا هنا بيقول لك ايه، بيقول لك نجاح، تم دفع 11 روبل الى رقم المحفظة ده وشكرا. وطبعا ده بياخد وقت لحد 24 ساعة، وبتكون الفلوس سمعت عندك على الحساب بتاعك. انا طبعا على حساب البيير بتاعي كنت ساحب قبل كده من الموقع المبلغ ده، تمام. زي ما انتم شايفين النهاردة كام يا شباب؟ النهاردة 19/1، تمام. انا لسه ساحب دلوقتي وجالي مبلغ اهو الساعة 4:37، يعني على طول ما كملناش ال 24 ساعة. انا لما قلت لك 24 ساعة ده اللي هو الحد الاقصى، ممكن يوصل لك المبلغ بعديها بساعة ساعتين، ممكن في نفس الوقت انت وحظك. الناس اللي تابعت معايا الفيديو من اول ما دخلت على محفظة بير، لو رجعت بس 30 ثانية لورا هتعرف ان محفظة بير عندي كان فيها 20 روبل، دلوقتي بقى فيها ايه 30 روبل. طبعا الموقع بيكسب عمولة او بيكسب نسبة على السحب، بس ما بيكونش نسبة كبيرة. زي ما شايفين تم اضافة المبلغ عندي على محفظة البير. الموقع سهل جدا، كله عبارة عن انك تنفذ مهمات، تتفرج على فيديوهات، تشترك في قنوات، وبتجمع نقط وتيجي تحولها على طول على البير، بيوصل معاك الفلوس بنفس السنة. طبعا يا شباب اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تنسوا بلايك واشتراك، والسلام عليكم.